نحن الآن نتابع القيادة وإدارة المواجهة بحسب هيكلية الحزب. في هيكلية الحزب يوجد نواب للقادة ويوجد بدائل احتياط جاهزة عندما يصاب القائد في أي موقع كان. وكل ما حصل أجرينا العمل اللازم لتحل البدائل مكان ما حصل كمشكلة. سنختار أميناً عاماً للحزب في أقرب فرصة وبحسب الآلية المعتمدة للاختيار في الحزب، ونملأ القيادات والمراكز بشكل ثابت. كونوا مطمئنين أن الخيارات ستكون سهلة لأنها واضحة ولأننا على قلب واحد. إذا كان هناك أحد يعتبر أنه سينتظر بعض التعيينات ليرى ما الذي سيحصل، أقول لكم ما يحصل الآن هو قيد المتابعة العادية والطبيعية، وبالتالي لا تنتظروا أمورا قد لا تكون على خاطركم أيها الأعداء. أختم لأشكركم.